يكون ضمن أي يمهل ممثلو المكون التركماني القوى التقليدية الساعية للتحالف أو كتابة ورقة التوافق بينها حتى لحظة الإعلان عنها. بيانات الرفض والتلويح بمقاطعة العملية السياسية تصدرت مواقفهم لعدم إشراكهم في حوارات قد تحدد مصير واستقرار محافظة كركوك التي رفض التركمان إقحامها في الصفقات السياسية بين مختلف الأحزاب الحاكمة. صحيح، ككتلة تركمانية نيابية ما كنا متواجدين في المفاوضات، لكن هذه مو دلالة على أنه إحنا إذا ما متواجدين أنتم تكتبون على راحتكم. ما ممكن، أنا أرشد الصالحي ما ممكن أسمح لكم تكتبون كلمة على موت قضية كركوك أو على التركمان دون الأخذ برأينا. إحنا الوحيدين نقرر مسألة مصير كركوك ومصير التركمان، فلذلك نصحناهم عسى ولعل أن يتعظوا. ويجري الحديث عن ورقة عمل أو منهاج حكومي من المزمع الإعلان عنه خلال الساعات المقبلة يتضمن مطالب المكونين الكردي والسني بالإضافة إلى الإقرار بحل البرلماني وإجراء انتخابات مبكرة، ورقة اشترط الشركاء على قوى الإطار التنسيقي توقيعها لضمان تنفيذ فقراتها على أرض الواقع. نعم، هناك ائتلاف، والائتلاف مكون من 7 أحزاب أو تحالفات، وسوف تعقد جلسات مستقبلية، ولكن أهمها اليوم مساء إن شاء الله، وسوف نوقع سوية على هذا الائتلاف ألا وهو ائتلاف الدولة. سماحة السيد مقتدر الصدر انسحب من العملية، بقى بالعملية إلى دور مؤثر لأن جمهوره موجود، ولكن بما أنه تطلب علينا جميعا كأحزاب عقد هكذا جلسة الأولى اللي راح تكون إن شاء الله جزء إذا مو يوم 27/3 المقبل، يعني هذا المحدد له. وبرغم ما يشاع عن توافق أغلب الكيانات النيابية التقليدية على الانضمام لهذا التحالف الجديد، إلا إن بروز الخلافات والتقاطعات قبل الإعلان عنه قد يزيد المشهد السياسي تعقيدا في ظل استمرار مقاطعة التيار الصدري ورفضه لمبدأ المحاصصة وتقاسم المناصب. أحمد عرام، العراقية الإخبارية، بغداد.